شوفي يا روبا، شوفي الشنطة مع روبا. لا مرة مشهور معروف وغالي جدا. واو. اوه ذات سو كيوت. هذا باج شنطة. تدرين كم سعرها؟ ماما يعني احسها شيء ما حد بيلبسه الا اذا بارتي مره. ايوه هي حقت سهرات. روبا شوي شوي على الشنطة تراها مرة غالية. سهرات افتحي الثانية. عجبتكم ولا لا؟ حلو انا عجبتني. وانت يا روعة عجبتك؟ ايوه. شوفوا كيف روبا جالسة. تجنن. يلا يلا هذي بعد تجنن تعجبك. لا ما خلي. ايوه انت فتحتي هذاك الحين روبا. تحسينها احلى؟ اي لا ما تلبسين. ما عجبتني الثاني. الثاني يعني شيء ما عجبتني. ليه ما تلبسينه؟ تقدرين تاخذينها في السهره. هذا شكله مره غالي. هذا غير من الثاني ولا لا؟ لا هذيك اغلى. واو صح. عجبتك ولا لا؟ ايوه تجنن خرافيه. ترى هذه الوحيده بس اخر واحده اصلا هي ما منها الا قطع بس محدوده. حتى ذي اللي هنا كلها هي نفس الشيء. في امريكا كلها كانت بس 4 قطع وكلها ثنتين يعني بس منها 3 و4 قطع. هذا كم؟ بعدين اقول لكم. ايش عجبك اكثر انت رؤى؟ هذا حلو. الثاني اي وحده الاغلى من بين كل هذه الاشياء؟ لا الشنطتين تشوفون هذيك احلى. حتى ذي تجنن. هذا حلو.